ففي النهايه اللي انا بقوله لك انه عشان تطلع الصوره دي كده، احنا مش بنشكر بقى لا المجلس والمستشار الهندسي، لا احنا نبدا من تحت يعني العاملين وعمال العاملين النظافه والموظفين العمال افراد الامن في النادي طبعا الليل النهار طبعا قاعدين على خدمه النادي، كل القطاعات الاداره التنفيذيه كلها اللي في النادي الاهلي. بصراحه يعني انا حابب اوجه لهم الشكر ان الناس دي يعني الكلام ده مش هيطلع يعني، بالذات موضوع الانشاءات ده مش بس مجرد مهندسين شغالين فيه، لا لا الموضوع ده انت بتلاقي عامل بيساعد وبتلاقي الامن سهران عليه وبتلاقي طيب. توجيهات في من المدير التنفيذي للناس في الشغل، وبتلاقي متابعه وبتلاقي تقارير لينا في مجلس الاداره وبتلاقي السايكل ماشي سريع فانت في النهايه ده مش عمل ابدا قطاع واحد او اداره واحده اكيد، لا كل العاملين في النادي وكل الموظفين في النادي ومن اصغر واحد لحد رئيس نادي الاهلي كله مشترك في النجاح ده وكله شاهد على ده وكله فعلا كله اشترك دور. فيه دور. فده انا حابب اشكرهم يعني من هنا ان هم اللي ساعدوا في ظهور الشكل ده، وان شاء الله المشروعات اللي احنا شغالين عليها تخلص في توقيتاتها المحدده ان شاء الله. يعني المشروعات اللي لسه هنتكلم على يمكن فيه كمان طفره وحاجات كتير. عندك نادي الاقصر كمان عندنا، احنا مش عايزين نغفل دي. نادي الاقصر دي فكره هايله، دي برده كانت من ضمن المجموعه الاقتصاديه اللي اتعملت مع شركه السادات. فنادي الاقصر انا شايفه فكره عظيمه جدا ان انت تبدا طبعا. ان نادي اهلي يتواجد في المحافظات طبعا، يعني ده دي حاجه مهمه خاصه الصعيد يا دكتور، وخاصه طبعا. الصعيد طبعا برضو النادي مساحته مش صغيره يعني، برضو حوالي 13 فدان تقريبا مساحه النادي في الاقصر، وهو مجهز يعني، هو في ملعب كوره وفي صاله مغطاه وفي حمام سباحه، مجمع حمام سباحه، وبيتبني عليه مرحله ثانيه وبتفتح فيه عضويات واشترك فيه ناس، وان شاء الله يبقى افتتاحه بالنسبه لنا قريب يعني، اتمنى يعني ان شاء الله. هو ده اللي قدامنا ده دي صور من النادي الاهلي والاقصر يعني حاجه محترمه برضو، دي حاجه كويسه. واحنا احنا في كمجلس برضو ك استراتيجيه مجلس اداره ان احنا مهتمين بان انت تفتح في محافظات اخرى ده وفي حاجات يعني تحت النظر كتير، سواء في اسكندريه في المنصوره يعني تحت الدراسه. حلو الملف ده برضو مع زميلي وصديقي العزيز محمد الجرحي، هو يعني متولي ملف المحافظات يعني، فاستغل برضو فرصه دي نهنيه بالفوز في مجلس الشعب النائب صديقي واخويا العزيز يعني. فزي ما بقول لك احنا بنشتغل كلنا يعني في حاجه احنا بنشتغل مع بعض كتيم واحد يعني احنا بس معانا فاصل هنطلعه، بس في حاجه مهمه جدا جدا اللي هو حلم جماهير النادي الاهلي، حلم جماهير النادي الاهلي. نتكلم على طبعا الطفره الانشائيه لسه ما خلصناش منها، ولكن كمان حلم جماهير النادي الاهلي واستاد النادي الاهلي يعني هنتكلم فيه بس بعد الفصل.